আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ও বারাকাতুহু সূরাতুল বাকারার 136 থেকে নিয়ে 40 পর্যন্ত পাঁচটি আয়াত করছি আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ক্বুলু আ آمنا بالله. أبر. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم. وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون قولوا امنا بالله وما أُنزِلَ إلينا وما أُنزِلَ وما أُنزِلَ إلى إبراهيمَ وإسماعيلَ وإسحاقَ ويعقوبَ والأسباطِ وما وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمُ ۖ أنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون ونحن له عابدون صبغة الله ومن احسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم وهو ربنا وربكم وهو ربنا ورب ربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى كانوا هودا او نصارى. قل أأنتم أعلم أم الله، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتب. ومن اظلم ممن كتب شهاده عنده من الله شهاده عنده من الله وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۖ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وما الله بغافل عما تعملون ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا كانوا هودا او نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتب شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم قاد الشرك أسكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته